بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الاوبن سورس داخل مظله البيم. الاوبن سورس هي برنامج مفتوح المصدر، اخترع الفكره نفسها واحد اسمه ريتشارد ستيلمان، وكتب مقاله اسمها لماذا يجب ان يكون للبرمجيات اصحاب او ملاك. هو بيقول ان انت عشان تبرمج حاجه فبتحتاج معلومات كتير جدا. لو كل واحد قالك المعلومات دي بتاعتي انا واحتفظت بيها وشفر الكود سريه وخلطه ماكدونالدز وما ينفعش حد يشوفها، ما كانش حد قدر يوصل للتطور التكنولوجي الموجود دلوقتي، وما كانش عندنا ويندوز اصلا ولا كان عندنا دوس. لان يعني كل واحد ده يقولك لا المعلومات دي بتاعتي ولازم تدفع فلوس عشان تاخدها. فهو كان من رايه ان احنا نعمل البرامج ونسيب شفره الكود للي عايزها ياخدها ويطور فيها ويتعلم منها. دي فكره الاوبن سورس باختصار. في مجال مثلا المصفحات هتلاقي كذا برنامج قوي في موضوع المصفحات، يمكن اقوى واشهرهم الفايرفوكس. هتلاقي في مجال مثلا الاوفيس هتلاقي عندك الاوبن اوفيس واللايبرير اوفيس. هتلاقي في مجال الجرافيك في برنامج قوي جدا اسمه بلندر، ده مساحته صغيره جدا تقريبا يعني عشر مساحه ال 3 دي ماكس، ومع ذلك بيعمل نفس اللي بيعمله 3 دي ماكس وبيعمل حاجات ما بيعملهاش 3 دي ماكس. هتلاقي فوتوشوب هتلاقي بديل ليه صغير كده اسمه جيم ممتاز برضو. هتلاقي في كل حاجه ليه كذا بديل، وتلاقي نفسك بتستخدم البدائل دي من غير ما تعرف انها اوبن سورس. يعني مش برامج بتقعد على نفسك ليمونه عشان تشتغلها، لا هي برامج قويه وكل حاجه. طيب خلينا نشوف بعض البرامج الموجوده في مجال البيم مع ملحوظه انها حتى الان ما تقدرش تنافس البرامج اللي هي بفلوس، نظرا لان عدد او نسبه المهتمين بالبرامج المتخصصه دي مش زي طبعا لما يكون العدد او نسبه الناس المهتميه بالبرامج الببليك او البرامج العامه زي المتصفح زي جرافيك. فمحتاجه ناس تكون مهتميه بمجال الانشاء والمباني. هتلاقي هنا موقع، ندخل بقى كده نشوف موقع اسمه بيم كولكتيف. ده مجمع بعض المجهودات اللي شغاله في تطوير صناعه البناء، حتى بيحلموا طبعا ان هم يعملوا برنامج منافس للاركيكاد والريفت وكده، بس حتى الان بيلعبوا بذكاء على موضوع رؤيه الملفات او تصدير الملفات. فنلاقي عندنا مثلا اغلب الحاجات معتمده على ان انت تشوف ملفات الاي اف سي تمام، وان انت تصدر مثلا من الماكس او من البلندر، او ان انت تاخد معلومه معينه من ملفات الاي اف سي. ده برضو موقع تاني، هتلاقي كل الموقع ده اسفل الفيديو. تقدر تحمل كل البرامج دي مجانا وتقدر تشوف ريفرال كود، وتقدر ده مثلا فيور الاي اف سي موديل، تقدر تشوف الملف الاي اف سي. تقدر تقول لي والله انا عندي فكره هطور بس في شفره الكود حاجه بسيطه بحيث يعمل لي اضافه ما كانتش موجوده قبل كده. ده موقع بيم سيرفر برضو مهتم بموضوع الاي اف سي. هتلاقي ده موقع مثلا اسمه جيت هوب. ده موقع اي حد عنده مشروع برمجي بيرفعه ويبدا الناس تشوفه وتشوف شفره الكود، تقول له لا احنا ممكن نعدل بدل ما كاتب 5 سطور نخليها سطر واحد بحيث يبقى شفره الكود خفيفه. فده مثلا هو بيجيب الملف الاي اف سي وتقدر تشوفه وتقدر تخفي حاجات وتظهر حاجات، تقدر تعمل حصر، يعني فيه امكانيات حلوه. ده مشروع اخر، كلها مشاريع بتكمل بعض، مش بيعملوا نفس الحاجه، بيكملوا بعض لان هما انت ليك حريه ان انت تنقل من حاجه لحاجه ثانيه، يعني برمج هنا ولا برمج هنا براحتك. ده openshader.org برضو بيهتم بموضوع الاف سي. الميزه ان كلهم بلا استثناء بيشتغلوا على الويندوز ولينكس وابل ماكنتوش. ده برنامج اسمه فري كاد، برنامج ده قوي جدا 2D و3D، وحاليا اضافوا ليه امكانيات بحيث ان هو يشتغل بيم، فترسم وول ترسم دور ترسم ويندوز واعمل حصر خلاص بقى بيشتغل، ويقدر يتعامل مع الاي اف سي، بيتعامل مع الدي اي، مع الدي اكس اف. برنامج خطير ومساحه صغيره ومجاني، يعني تخش كده داونلود حمل خلاص يبدا يشتغل معاك، وبيشتغل زي ما انت شايف على الويندوز وعلى اللينكس وعلى الماكنتوش. اكس بيم
بيديك برضو رؤية الملفات زي ما انت عايز. ده مشروع بيهدف لعمل ملف او عمل مشروع منافس ليه الريفيت، بس لسه حتى الان ما وصلش لمستوى عالي، بس تقدر تدخل وتحمل الملفات اللي انت عايزها اوبن سورس. ان شاء الله لما يوصل لمستوى معقول نبدأ نشرحه. ده برضو مشروع من المشروعات القوية، ان انت تحمل ملف الاي اف سي وتبدأ تشتغل عليه. برضو ده برضو بيركز على حاجة اسمها البي سي اف. بحس ان انت لما يكون عندك كذا ملف اي اف سي وجمعتهم في برنامج من برامج وعايز تكتب ملحوظات، ويبقى ملف بسيط للملحوظات، ملف تكست عادي مش على الموديل نفسه، بحيث لما اجي انقله من مكان لمكان مش بنقل الموديل مساحته مثلا جيجا ولا حاجه، لا ده انا بنقل ملف مساحته 1 كيلو بايت، فاتنين اسرع وتقدر تحمله وتقدر تشوف كل الملحوظات بتاعتي. دي بعض البرامج، وقد يكون في برامج تانية بس دي يمكن اهمها. وان شاء الله يعني كل ما ينضم متطوعين للموضوع هتلاقي الموضوع بقى أسرع وبقى أقوى، وبدأنا نعتمد على البرامج فتحة المصدر ديت، لأن ده هيوفر لنا مليارات.